مستشار وزارة الموارد المائية عون ذياب ينضم إلينا الآن من بغداد. أهلا بك سيد عون، ما هي آخر المعلومات بشأن المفاوضات المائية مع إيران؟ هل توقفت بالفعل وإلى ماذا توصلتم؟ للأسف حسب ما ورد بالتقرير أنه في اللقاء الأخير أو في زيارة دولة رئيس الوزراء إلى طهران كان يرافق معالي وزير الموارد المائية، وكان هناك اجتماع مع المعنيين بملف المياه في وزارة الطاقة الإيرانية في طهران، وكان طرح الموضوع الملف بالكامل، وكان هناك رغبة بأن يحدث تقدم في مجال المباحثات الثنائية لحل العديد من المشاكل المعلقة بين العراق والجارة إيران، إلا أنه للأسف لم تكن هناك استجابة أو إشارات إيجابية باتجاه السير بهذا الاتجاه. للأسف كان لدينا رغبة أن يكون هناك اجتماع في شهر حزيران الماضي، لكن نتيجة الانتخابات الإيرانية تأجل الاجتماع، وحاليا أيضا العذر الآخر أنه هناك أيضا انتخابات جديدة في العراق. هذه العوامل كلها لها تأثير على تأخير الملف بالوقت، اللي أنه هناك معاناة كبيرة في هذا الموضوع مثل ما أوضح معالي الوزير. نعم. هناك قطع كامل لأنهو الرئيسية تغذي. نعم. سيد عون، وكانت الوزير نعم. نعم الوزير مهدي رشيد ذكر بأن العراق رصد مؤشرات تثبت قيام إيران بتغيير مجرى المياه بالخنادق، كيف تعلق سيد عون على ذلك؟ نعم، الحقيقة للأسف الشديد جارتين إيران وتركيا لم يوقعا على الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة الخاصة بالأنهر الغير ملاحية العابرة للحدود، الأنهر المشتركة، للأسف لم يوقعا على هذه الاتفاقية. هذه الاتفاقية فيها نصوص واضحة وصريحة، تعتبر هي القانون الدولي المعتمد حالياً بوفق معايير خاصة، أنه لا يسمح بتغيير المجاري المائية أو نقل المياه من حوض نهر معين إلى حوض آخر، لكن هذا ما حدث لدى جارة إيران بنقل المياه بأنفاق وخنادق وتغيير اتجاه مجاري الروافد اللي تأتي إلى حوض نهر ديالة. نعم. هذا الشيء مخالف للقانون الدولي ويعتبر مخالفة يحاسب عليها البلد اللي يقوم بها. أيضا هناك نص آخر أنه يجب على دولة المصب المنبع لا تؤثر أو لا تسبب أضرار ذات شأن بدولة المصب، إلا أن ما حدث حاليا خاصة في نهر ديالة هذه السنة كانت هناك أضرار جسيمة، وذلك بسبب عدم منع الزراعة الصيفية لعدم توفر كميات من المياه، وكانت صعوبات في توجيه. نعم. حتى تأمين مياه الشرب. نعم. هذه كلها عوامل مؤثرة سلبية. طيب. نعم. جهودكم باللجوء. نعم. إلى محكمة العدل الدولية أين وصلت؟ هل أرسلتم المذكرة؟ نعم. بشكل رسمي؟ وبصراحة هل تتعرضون. نعم. إلى ضغوط ربما بهذا الشأن؟ لا، الحقيقة احنا فنيين، يعني احنا نطرح الأمور لأن هذه مخاطر جسيمة تأثر على شعبنا، لأن المياه مصدر أساسي لحياة الناس، فاحنا يجب أن نوضح هذه الجوانب بشكل فني واضح ودقيق، وهذا ما عملنا عليه، ورفعنا مذكرة واضحة وصريحة إلى وزارة الخارجية بها وإلى أمانة مجلس الوزراء بها نصوص تعطينا الحق بقوة لأن نحصل أو نكسب أي موقف دولي خاصة من محكمة العدل الدولية. نعتقد أنه ستكون من جانبنا، لأن الأمور اللي عرضناها أمور واضحة جدا، لأن هناك مخالفات واضحة وصريحة إذا العرف والقانون الدولي المعمول به حاليا، وهذا طبعا المجتمعات الدولية ترفض هذا الموضوع، لأن الحقيقة الحوض النهر هو حوض. نعم. مشترك
لا تحدد حدود سياسية. لكل الناس اللي واقعين على الحوض لهم الحق باستعمال المياه. لا يمكن من يقع بالأعلى ينسى من يقع بالأسفل، وهذا ما يحدث في العراق سواء كان من جارة تركيا أو جارة إيران. إحنا لازم نكون واضحين إذا هذا الموضوع كمختصين، لازم نرفع درجة الخطر اللي تواجه شعبنا وتواجه المجتمعات اللي عايشة منذ سنين طويلة على هذه المياه. يجب أن نكون واضحين جدا إذا هذا الموضوع، ونكون جديين في طرحه، لأن نعم المخاطر نعم كلش حادة. نعم سيد عون، نعم وزارة الموارد المائية نجحت مؤخرا في عقد مذكرة مهمة وتاريخية مع تركيا حول الحصص المائية. برأيك أنت هل يمكن تكرار هذه التجربة مع الإيرانيين هذه المرة؟ نعم، هو تدرين الحقيقة إذا كانت هناك مذكرة مع جارة تركيا تم المصادقة عليها من البرلمان التركي والرئيس التركي، هذا تقدم الواقع يعتبر نسبي في هذا المجال، إنه هناك أمور أخرى تتطلب أوقات طويلة للتوصل إلى تحديد حصة ثابتة للعراق. أما مع جارة إيران فهناك اتفاقية الجزائر لسنة 1975، هذه الاتفاقية فيها بروتوكول ملحق في الاتفاقية لغرض موضوع يتعلق بالأنهر المشتركة والحدود النهرية في شط العرب وكيفية تقاسم مياه هذه الأنهر. هناك نصوص واضحة تخدمنا الواقع. إيران خالفت هذه الاتفاقية بالذات، بالرغم من كون هذه الاتفاقية تعرضت إلى جدل طويل، واقع هي ضد مصلحة العراق هذه الاتفاقية، إلا أنه صارت أمر واقع. الاتفاقية تورث ولا يمكن أن يعني نلغيها من طرف واحد. هذا ما حدث سابقا في حالة إلغائها من طرف واحد، لربما تصل إلى حالة حرب. نعم وضحت إحنا طبعا هذا الموضوع كلش مهيئ لنا. نعم 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 وضحت الصورة. مستشار وزارة الموارد المائية عون ذياب، كنت معنا من بغداد، شكرا جزيلا لك.